مستقبل حالات احيانا تكون مش مشتبهه بفيروس كورونا باعتبارنا متخصصين في الانف والحنجره، فتكون هذه الحالات نتعامل معها بحذر بالغ لشده عدوى فيروس كورونا. عموما الوضع الصحي في اليمن يرثى له، فمنذ بدايه الحرب تاثر القطاع الحكومي تاثرا بالغا، مما انصب هذا العجز في القطاع الحكومي على القطاع الخاص. طبعا الوضع القطاع الحكومي تاثر بتهدم المستشفيات نتيجه القصف العشوائي للقطاعات الصحيه نفسها. الاوبئه اصبحت منتشره بشكل كبير جدا، والامراض التي لم تكن تظهر في الماضي اصبحت تظهر نتيجه الوضع الصحي المتدهور في اليمن. نتمنى أن يكون هناك نظرة عاقلة وموضوعية لمجتمعنا هنا، لمجتمعنا في اليمن، أن تقف الحرب، أو على الأقل الأدنى أن تكون هناك ضمان من الأمم المتحدة للإمدادات البترولية وإمدادات الأدوية وغيرها من الأغذية، أن يستمر تدفق هذه المواد لكي تستمر الحياة. بدونها الحياة تكون عاجزة وتكون تعبة وتكون مرهقة لليمن والمنين. يجب أن يكون هناك نظرة فاحصة وعقلانية ودقيقة من المجتمع الدولي لوضع اليمن واليمنيين، ونقول يكفي حرب، يكفي حصار.